Hello everybody. Today معنا قاعدة جديدة نراجعها إن شاء الله مع بعض. هنتكلم على relative clause. Relative clause. خلينا نقول إيه هي relative clause. We can use relative clause to join two English sentences or to give more information about something. يبقى relative clause نستخدمها علشان نربط بيها جملتين مع بعض أو علشان نضيف معلومة أو معلومات للتعريف أو لتعريف الشخص أو للشيء أو المكان أو whatever إحنا بنتكلم عن إيه. أوكي؟ النهاردة هنتكلم على اتنين من relative clause. هما who and where. Okay. نبدأ مع بعض. Who. Who بنستخدمها to refers to persons or people. Okay. بتحل محل الشخص في الجملة التانية أو الجملة بتاعتنا التانية. خلينا نشوف إزاي. لما تجيلي جملة like the police arrested the man he murdered. مثلا his wife. He refers to the man. يبقى عشان نتجنب التكرار ونربط الجملتين مع بعض هنشيل he من الجملة التانية ونحط مكانها who. جملتنا هتكون the police arrested the man who murdered his wife. Okay, let's see another one. The man was late. Julie invited the man. Okay. طب عايزين نستخدم who. جملتنا هتكون the man. مين هو؟ Who Julie invited was late. Okay, let's see another one. The doctor was sick. I wanted to see the doctor. If I want to use who, the doctor, أي دكتور أنا كنت عايز أشوف أنهي واحد الدكتور اللي كان مريض. أوكي اللي أنا كنت عايز أشوفه كان مريض يبقى the doctor who I wanted to see was sick. أوكي
Let's see another one. I wrote to a friend. You met the friend last week. If I want to use who, I wrote to friend who you met last week. طبعا هنا the friend كنسلتها لان انا خلاص حطيت who instead. اوكي تمام كده. طيب خلينا ده بالنسبه ل who. اوكي في حاله كمان لما يكون مش عندي جملتين اوكي بس بستخدمها في حاله لما بيكون عندي جمله واحده وبرضو عايزني استخدم relative pronoun who في الجملة. زي ايه مثلا؟ خلينا نشوف example. لما اقول مثلا doctor helps sick people طلب مني استخدم هو مش للسؤال لكن للربط. ازاي اعرف طيب الفرق؟ ان ال W دي بتكون small معنى كده انها مش سؤال مش هحطها في بداية الجملة معنى كده ان دي relative pronoun هربط بيها. طب فين الجملة التانية او الجزء اللي ناقص عشان احول الجملة هنا relative clause؟ خلينا نشوف. هنا هكتب الدكتور او الناون بتاعي اللي انا بتكلم عنه او البيرسون اللي انا بتكلم عنه. اوكي هبدأ بيه عادي دكتور وبزود جزء من عندي اللي هو is a person who. دكتور is a person who هو الشخص الذي هو ايه who helps sick people. اوكي تمام كده. يبقى في هنا عندنا جزء بنكمل بيه اللي هو ايه is a person who is a person who. تمام. طيب خلينا كمان ننقل على الرابط الثاني او الاداة الثانية اللي هي where. where بستخدمها في ايه؟ خلينا نشوف where بستخدمها علشان أربط بيها أو أستخدمها as a relative pronoun ولكن لل places. لما أكون بتكلم عن مكان في الحالة دي بستخدم إيه؟ بستخدم where as a relative pronoun. طب خلينا نشوف كده مثال. لما أقول مثلا I can't remember the name of the street. أي شارع اللي احنا بنتكلم عنه. I lost my passport there. هو طلب مني هنا ان انا استخدم ايه؟ استخدم where علشان اربط بيها الجملتين. تمام كده؟ طيب خلينا نشوف هنعمل ايه؟ الجملة الأولانية بتاعتي بتكون زي ما هي I can't remember the name of the street. هنا هحط الرابط بتاعي
where I lost my passport. وهنا أنا هعمل honestly there في آخر الجملة لأن أنا خلاص حطيت where instead يعني بدل كده. تمام؟ طيب خلينا نشوف another one. I خلينا نقول this is نبدأ this. This is the park I play there with my friends. Okay. طب هنا طلب مني ان استخدم where. تمام يبقى اقول this is the park where I play ماشي with my friends. Okay. لما أقول مثلا this is my school. I learn English there. طلب مني to use where. يبقى this is my school where I learn English. وبرضو هستغنى عن there. طيب في عندنا كمان هنا نفس الفكرة. لو جالي جملة واحدة وطلب مني to use where as a relative pronoun في الوقت ده what we can do. لما يقول لي مثلا I was born in Cairo. طلب مني to use where. So هجيب المكان أبدأ بيه Cairo وهزود نفس البارت بس مع اختلاف بسيط is a place where. ممكن نقول is the place where عشان هنا احنا بنعرف المكان. Okay. Is a place where I was born. تمام لما اقول مثلا I spend the summer holiday at the farm. طب لو حبيت استخدم where هات المكان بتاعك ابدأ بيه. يبقى the farm is a place where I spend the summer holiday. Great. تمام. I think المسألة so simple. بسيطة جدا جدا. Okay. Great. بينا نروح نحل some exercise. وخلونا هنا نبدأ. أحمد is a player. He has scored a lot of goals. لما هاجي أجاوب هقول هحط الجملة الأولانية زي ما هي. أحمد is a player. وهشيل subject من الجملة الثانية وأحط مكانه هو
وكمل has scored a lot of goals. But the second one, Yusra is a nurse. She helps sick people. Okay, هنبدأ ب Yusra is a nurse. When instead of a subject في الجملة الثانية هنحط who ونكمل helps sick people. طيب نجيب محفوظ is a novelist. He wrote a lot of novels. هنبدأ جملتنا نجيب محفوظ is a novelist. وبدل السبجكت هنحط who wrote a lot of novels. Great. He is a mechanic. He repairs cars. Okay, يبقى he is a mechanic. بدل السبجكت بنحط who repairs cars. Great. He is an athlete. He has won a lot of prizes. Great. He بنفس الطريقة by the same way is an athlete. وبدل السبجكت بحط who has won a lot of prizes. Great. تمام. هنا طبعا دي أدوات استفهام question was. طب تعالوا نشوف another exercise. Let's see what we can do here. Amin, a marine biologist is a person. He studies the sea. طالب مني to use who. تمام. طب a marine biologist is a person. وهنا هحط who وهشيل he. يبقى who studies the sea. يبقى a marine biologist is a person who studies the sea. Rehan is a girl. She plays piano. Rehan is a girl. وهشيل she وحط who plays piano. A nurse is a person. She helps sick people. A nurse is a person. وهنشيل she ونحط who helps sick people. That is the house. He lives there. That is the house. وهحط هنا. Where he lives. وهشيل there. A writer is a person. نفس المبدأ. Who keeps a day. A computer programs. Programmer. Sorry, a computer games programmer is a person. خلاص حفظنا بقى. Who designs computer games. A physicist is a person who likes math and science. Ahmed is my friend who walks up early. Who wakes up early. Sorry, who wakes up early. A pole is a person who writes poetry. A painter is a person who, كلهم نفس الفكرة بالضبط, likes to paint. An athlete is a person who plays sports. A vet is a person who likes animals. A cartoon illustrator is a person who draws pictures. A musician is a person who plays music. تمام. I think so easy and so simple. تمام. سهلة جدا. وبكده نكون خلصنا البارت ده والقاعدة دي. وأي سؤال اكتبوه لي تحت في الكومنتس. See you. أشوفكم في جرامر جديدة. Bye bye.